ماما خليه يبعد عني، كفايه بقى سيبونا في حالنا بقى. سكتي بنتك يا حنان. يا ماما خليه يبعد. سكتي بنتك ولا قسما بالله ازعلها عليك يا وقتي. لا 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 لا، انتوا عايزين مننا ايه؟ ما تسيبونا في حالنا. الله، عايزين مننا ايه؟ اسيبكم احنا بقى في بيننا دم؟ دم؟ انتوا اللي عملتوا الدم مش احنا. انتوا اللي ما رعيتوش العشره. طب احنا ولاد كلب رنا. زياد ذنبه ايه؟ زياد ما كانش يدعى باي حاجه. هو الوحيد اللي كان بره الحدوته. ولما دخل الحدوته مات. عارف انا يرضينا يا حنان؟ ان انا احرق قلب حلمي على بنته طول عمره. عشان يحس باللي انا حاسس بيه دلوقتي. ابعد عننا بقى. ابعد عننا، عايز مننا ايه؟ حلمي فين؟ معرفش. حلمي فين يا حنان؟ معرفش. سيد. سيبهم يا سيد. هسيبهم؟ انت عايز مني ايه؟ انا مش هسيبهم غير لما اعرف حلمي فين. انا هوصل له واخد منه حق زياد، بس مش بالطريقه دي. نعم يا اخويا. انت مين انت عشان تقول لي انا اعمل ايه وما اعملش ايه؟ انت مين اصلا؟ تعرف ايه زياد؟ تعرفه منين عشان تحدد مين يجيب حقه؟ هو انت اللي ربيته؟ شفتوا هو بيكبر قصاد عينيكوا بيبقى راجل؟ انت كنت مرمي في السجن وقبلها بتجري على حالك. انا والحب اللي عشنا معاه كنت ابقى جنبه في حزنه ومرضه. احنا كنت ابوه وامه. انت مين؟ السبب يا سيد، أنا السبب في موت زياد وموت عزة وعذاب رحاب معاك. أنا السبب في كل أذية حصلت للعيلة دي. علشان كده أنا اللي لازم أصلح الغلط بنفسي مش أي حد تاني. هات يا سيد. ايه؟ اوعى تكون مستنيين انا اشكرك. لا مش مستنيها منك، بس اللي انا عايز اعرفه ليه حلمي عمل كده؟ ليه استنى كل ده بعد اللي حصل في مصر؟ انا قلت لهم على الحقيقه، قلت لهم اللي حصل بيننا. ايه؟ قلت لهم ان انا اتظلمت؟ اه انت اتظلمت، لكن اخوك مش مظلوم. هشام؟ هشام ايه دخله باللي حصل؟ يا سلام، انت ما تعرفش اخوك عمل ايه؟ عمل ايه؟ هشام! في ايه يا رحيم؟ اوه اوه، في ايه يا رحيم؟ الله 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 الله، ليه ما حكيتش على عملته معاها؟ وانت صدقتها؟ بتعمل حوار عشان توقع بيني وبينك. دي الحاجة الوحيدة اللي كانت ناقصة عشان افهم حلمي عمل معايا كده ليه. انا ما عملتش حاجة. اخرس. بس قول لي يا رحيم في ايه طيب؟ قول لابوك عملت ايه؟ ريم حامل من هشام. يا لهوي، حامل منك؟ الكلام اللي انا بسمعه ده مظبوط يا انت؟ رد عليا. مظبوط الكلام ده؟ انت بره يا لم هدومك وغور وسيب البيت ده، ما اشوفش وشك هنا تاني بره. تعالى هنا، انت رايح فين؟ يعني حد يعني تضيعني؟ تعالى هنا يا محمد، يا ما تعرفش السواد ده رايح. بقول
حد يلا ونعم الوكيل في كشف. اتخطفوا؟ اتخطفوا ازاي؟ انت في ثلاثة طلعوا بسلاح ما عرفتش اتصرف معاهم. امال انا بعتك معاهم ليه؟ ما عرفتش اعمل ايه. مين اللي خطفهم؟ ما عرفوش. ابراهيم مفيش غير رحيم. محمود خليك برا القصر، محدش يدخل ولا يخرج منه. يلا في مراتي وبنتي يا رحيم. هي وصلت بيك الندالة انك تخطف مراتي وبنتي؟ انا ما خطفتش مراتك وبنتك، انا خلصتهم من ايد اللي خطفوهم. مراتك وبنتك دول بنت ومرات صاحب عمري. مش الواد اللي لسه خارج من شويه ده اللي انت بعته يقتل امينه؟ امينه تستاهل الموت الف مره. وليه ما قلتليش؟ اكيد كنت هتكشف حاجه انت مخبيها عليا. الورق. أنا بعت الورق لأمينة بعد ما خسرت كل حاجة. ما لقيتش لا أنا ولا مراتي ولا بنتي فلوس حتى ناكل بيها. لقيت أمينة بتتصل بيا وعايزة تقابلني. أنا كنت رايح عشان أقتلها، لقيتها بتستقبلني بشيك وباتفاق. قالت لي إن في واحد من اللي كانوا شغالين معاك في تهريب الفلوس بيدور على ورق. عزة منصور؟ ما قالتليش على اسمه. هي كمان ما تعرفش اهميه الورق ده. الحكايه كلها انها بعت ورق قصاد فلوس. وانا كمان كنت عايز اقف على رجلي من تاني. والورق نفسه ما كانش له اي اهميه طول ما انت في السجن. واحنا كلنا كنا عارفين إنك عمرك ما تطلع منه. وما قلتليش ليه وقتها لما خرجت؟ ما كانش نفسي تخلص كده يا صاحبي. وأنا كمان يا رحيم ما كنتش عايزها تخلص كده. لكن يا صاحبي اللي عاش عشتنا لازم تبقى دي النهاية. يا واطي يا كلب! حلمي! انت مجنون! يا واطي! انت كويس يا شم؟ ليه كده يا حلمي؟ ايه؟ اجيب حقيبة انت يا رحيم! طب وحقي زياد؟ حقي زياد انا اللي هجيبه يا رحيم! لا يا رحاب كفايه دم! وحقي زياد يا رحيم! حقي زياد هنجيبه. بس من غير دم. الو احمد بيت ديب. خد بالك من حنان وريم. حنان وريم رحيم. يا